capacitors C1, C2, C3 are connected as shown in the figure to a source of potential difference 24 volt. Find the charge on the capacitor C1. طبعا الفولت هنا وهنا متساوي. لو نحسب الشحنة الكلية وبعدين نوزع الكيو بين C1 والC2. C1 زائد C2 اللي هما من C12 يعني بيساوي 8 زائد 6 14 مايكرو فراد. إذا السي إيكويفالنت بتساوي C3 بواحد، ب14 في 1 على 14 زائد 1 14 على 15 مايكرو فراد. كده نقدر نحسب الكيو توتال الدايرة اللي هي هتساوي سي إيكويفالنت في الفي، الفي قال لي ب24. يبقى 24 في 14 على 15 طلعت 22.4 مايكرو كولوم. احنا عارفين ان الشحنة هتيجي تتوزع بين الاتنين دول بحيث البيو متساوية، البي هنا نفس البي هنا. يعني طالما ان الفي 1 يساوي الفي 2 يعني كيو 1 على سي 1 يساوي الكيو 2 على C2. احنا عايزين اصلا Q1، فنجيب Q2 بدلالة Q1. هو C1 قال لي ب8 والC2 ب6. اذا Q2 بتساوي 8، لا 6 على 8 Q1. وبما ان Q1 زائد Q2 يساوي Q، ده 6 على 8 Q1 وده 1. اذا الكيو ب 22.4 مايكرو كولوم. اذا Q1 بتساوي حوالي 22.4 تقسيم 1 زائد 6 تقسيم 8، فطلعت 12.8 مايكرو كولوم.